أنا محمد الكاشف، مصور فوتوغرافي حر، بمارس الفوتوغرافيا وبقيت محترف فيها من 2013، وبشتغل على توثيق يعني مشاريع بطريقة مستقلة بصورة حرة. آخر مشروع كنت شغال عليه اللي هو مشروع نوت، وده مشروع مفتوح عن إنتاج الغذاء من المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة والمنتجات المنزلية. فبالتالي الأبطال بتوعي هنا يعني الناس في الأراضي الزراعية والكد والتعب بتاعهم أثناء الزراعة والحصاد طبعا وفرحتهم به، بتبقى متنوع معايا المحاصيل طول السنة يعني مرتين ثلاثة يعني. نوت دي هي آلهة السماء في الديانة المصرية القديمة، وبما أنها يعني اللي بتحفظ الأرواح واللي بتمنح، هي والإله جب اللي هو إله الأرض، الاثنين الأزواج مع بعض. فبالتالي كان فكرة المشروع إن السماء هي اللي بتدينا دايما، الناس بتدعي للسماء ويا رب يرزق ويدينا، فالسماء بخيرها وهي بتجيبه مع الأرض طبعا. فبالتالي كان اسم نوت كان هو بالنسبة لي كان يعني الأساسي أو اللي ممكن يمشي معايا في المشروع أكتر يعني. الأطفال اللي كانت موجودة في الأراضي الزراعية كان ساعتها ساعة محصول البنجر، الأولاد ساعتها كانوا بيعملوا عملية تنظيف للخطوط الزراعية، ولما جم كان مكسوفين الأول شوية لما شافوني، بعد كده لما بدأت أصور لا كانوا خدوا راحتهم خالص وكانوا مبسوطين جدا. فالألطف منهم كان البنات وضحكهم، لأن كان في بنات موجودين، فكانوا يعني كسوفهم شوية أو وتعاملهم مع الكاميرا بعد كده يعني كان في غاية الروعة يعني. أحسن صورة خدتها وأفضل صورة كانت في مولد الحسين، كنت دخلت المقام بتاع الحسين وصورت، كان في ست في حالة يعني وجد مع ربنا بطريقه يعني لدرجه ان انا حسيت ان هي مش حاسه بالناس خالص. انت بتشوف صور قديمه لمصر او مثلا الفيوم او غيرها، فبالتالي انا ما دام في ايدي الكاميرا ليه ما اعملش نفس الوضع نفسه، بحيث ان انا اخلي الصوره تبقى موجوده في الوعي المجتمعي ما ينساهاش يعني. بمعنى ان النهارده بصور وبوثق الحياه اليوميه او الشغل في الاراضي الزراعيه، سنين قدام الناس اكيد ممكن ترجع ليها. بعد ما اخلص المشروع ده ان انا احاول اعمل كتاب مصور عن المشروع بكل التفاصيل، لان انا مش مكتفي بالصوره وبس، انا بكتب عن التجربه نفسها بتاع كل مره بتاعه التصوير. انا لما نزلت الصور على السوشيال ميديا لقيت رد فعل الناس كان في غايه العظمه يعني صراحه يعني. الناس مفتقده شويه مساله ان هم يشوفوا الصور بتاع الحياه الريفيه واللي بيحصل في الارض واللي بيحصل مع الفلاح، الواحد كان بيبقى مبسوط قوي يعني صراحه لما بيلاقي رد فعل الناس على شغله كويس وفي تجاوب، بيشجعه اكتر ان هو يستمر يعني ويكون موجود بيه.